طلبات المغاربة للحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا غالباً ما تواجه بالرفض، رفض غير مفهوم الأسباب بالنسبة لكثيرين ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف السلطات الفرنسية لمنح تأشيرة الولوج. رجوت تولية دوسي دو فوا، ما عرفتش علاش، وانا عندي كل شيء متوفر، لي بيس ديالي ديال الديبار باش خرجت ديبار فولونتير، عندي لي غولوفي بونكير مزيانين. هذا هو القرار اللي خديت، انني ما باقيش نرجع لفرنسا بصفه نهائيه، نشوف دوله اخرى لربما تكون النتيجه. يقدر عدد التأشيرات المرفوضة بالنسبة للمغاربة بحوالي 70% من مجموع الطلبات المقدمة، رفض لا يستثني شخصيات سياسية ثقافية ورجال أعمال، ما يطرح علامات استفهام حول القصد من استمرار ما يسميه المراقبون بالتعنت الفرنسي. بعض القنصليات خاصة فرنسا تتعامل بطريقة سيئة وغير أخلاقية مع طالبي التأشيرة المغاربة الذين ينتظرون في طابور لساعات طوال، وأحيانا يتم حجز جواز سفر لمدة تتراوح بين شهر وشهرين مع أثر استياء لديهم، واضطر بعضهم إلى تغيير وجهته. وقررت فرنسا في شتنبر من العام المنصرم تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من المغرب والجزائر إلى النصف، وللمواطنين التونسيين إلى الثلث، بسبب ما أسمته مواقف الدول الثلاث بشأن استعادة مواطنيها المتواجدين بفرنسا بصفة غير قانونية، قرار اعتبرته الرباط غير مبرر. فرنسا هي تربط هذا الملف في الظاهر بغياب التعاون على مستوى ملف القاصري، لكن في الخفاء غارها أن المغرب غير من شركائه. المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق مع أي بلد لا يحترم سيادته وعلى ترابه، وبالتالي ففرنسا اليوم تظن أنها ستحصل على مكاسب. توجه الرسمي تدعو معه النخبة السياسية الفرنسية السلطات المختصة إلى تغيير مواقفها وانتهاج سياسة جديدة تخدم مستقبل العلاقات الفرنسية مع بلد يتجه إلى الانفتاح على أسواق واعدة لتنويع شراكاته. أمام استمرار السلطات الفرنسية في رفض عدد كبير من طلبات الولوج إلى التراب الفرنسي بدون مبررات مقنعة، يطالب المغاربة الحكومة بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات كفرض تأشيرة على المواطنين الفرنسيين من أجل الدخول إلى المغرب، وذلك من أجل حماية حقهم وحريتهم في التنقل. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط. انضموا إلينا من الدار البيضاء عبر سكايب الدكتور صبري لحو، المحامي والباحث في القانون الدولي للهجرة. أهلا بك معنا في حصة مغاربية. دكتور لحو، كل دول العالم لا تمنح التأشيرة لمن أو لجميع من يتقدمون لها بما فيها المغرب، من دون توضيح الأسباب، لماذا على فرنسا تبرير ذلك؟ أعتقد أن العلاقات بين المغرب وفرنسا هي علاقات تاريخية متجدرة، وهنالك تقليد بحيث أن فرنسا كانت تمنح للمغرب ما بين 300,000 أو 400,000 تأشيرة كل سنة، واعتادت على ذلك واعتبر ذلك بمثابة مكسب أو عربون أو ضمان للثقة ولجودة العلاقات بين المغرب وفرنسا. وبالتالي فإن ما صرح به جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عندما أشار إلى أن التدبير الفرنسي هو بمثابة عقاب على عدم تجاوب السلطات الفرنسية وحتى الجزائرية والتونسية مع فرنسا بخصوص عودة مواطنيهم المرحلين. هؤلاء عادة ما ترحل فرنسا في اتجاه المغرب 30,000، وبالتالي فإن هذا التبرير أيضا فيه هو عقاب سياسي، وبالتالي من حق المغرب ومن حق المغاربة. طيب، أن لكن دكتور
ربطت فرنسا نعم. بتشديد شروطها في منح التأشيرة خصوصا للمغرب، لأن هناك مواطنين مغاربة بحسب قول فرنسا موجودين على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني، بدلا من الاشتكاء من جانب المغرب. لماذا لا يقوم المغرب بالنظر في هذا الملف وحله وإحضار مواطنيه إلى بلادهم؟ أعتقد أن المغرب كان يتجاوب مع هذا التدبير، بل إن جلالة الملك دعا إلى عودة كل المواطنين المغاربة الذين يتواجدون في أوروبا عامة بشكل غير قانوني. وأعتبر هذه الضجة التي تفتعلها فرنسا هي غير مرتبطة بالسبب الصحيح لهذا التدبير الفرنسي، لأن هذا التدبير يخفي توترا بين الدول المغاربية وفرنسا، وتوتر ناتج عن رفض هذه الدول للسياسة التبعية التي تنهجها فرنسا، والتي نتج عنها ليس في الدول المغاربية وليس في المغرب وحيدا، هنالك حراك إفريقي ضد فرنسا، لأن فرنسا تتعامل بسياسة عنصرية استعمارية، وهو ما لا تقبله الدول ولا يقبله حتى المغرب الذي يحاول أن يتعامل وأن يربط علاقات مع فرنسا في إطار الند وفي إطار الشراكة، وهو ما ترفضه بشكل ضمني وليس بشكل صريح فرنسا، لأنها اعتادت على علاقات الربح من جانب واحد، وهذه الدول بما فيه المغرب الذي كون لنفسه شخصية مستقلة ليس في علاقته مع فرنسا بل مع الدول الأوروبية أجمعين يرفض هذه السياسة، وبالتالي فإن ما تفرضه فرنسا هو تحاول أن تقيم حوارا حول الهجرة، وهو ما يتناقض مع شكرا لك دكتور. المؤتمر العالمي الذي دعا للأسف انتهى وقت المقابلة. أشكرك جزيلا دكتور صبري لحو من الدار البيضاء المحامي والباحث في القانون الدولي للهجرة، شكرا لك.